ينضم إلينا عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي من صنعاء محمد البخيتي. مرحبا بك سيد محمد، وأريد أن أبدأ معك قبل كل شيء بالأهداف التي ضربتها هذه العملية العسكرية البريطانية الأمريكية. إلى أي مدى قد حدت من قدرة الجماعة على الفعل في البحر الأحمر وعلى استمرار ما كانوا يقومون به سابقا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا الله جميع الأخوان المشاهدين. في البداية لابد أن نطمئن أخواننا في فلسطين وبالذات في غزة أن عملياتنا العسكرية ستستمر سواء في عمق الكيان الصهيوني أو في البحر الأحمر لمنع الحركة الملاحية للكيان الصهيوني. طبعا وبالنسبة للضربات ليس لدي حتى الآن معلومات دقيقة حول تلك الأهداف، ولكن عموما نحن كنا مستعدين لتلقي مثل هذه الضربات، وهناك احتياطات كبيرة من قبل القوات المسلحة اليمنية للحفاظ على مخزوننا من الصواريخ والطائرات، وبالتالي لا أتوقع أن تكون هذا. لذلك أنهم قالوا أنهم قاموا بضرب منصات إطلاق الصواريخ والطائرات، مع العلم أنه يتم استخدام منصات عادية لا تكلف إلا القليل، وبالتالي ادعاءاتهم تثير الشكوك في تحقيق الأهداف. أيضا لا بد أن أؤكد بأن أمريكا وكذلك بريطانيا قد أخطأتا خطأ استراتيجي بشن العدوان على اليمن من عدة نواحي. أولا أن الساحة الأخلاقية لهذه الحرب ضد اليمن هي ساحة أخلاقية قبل أن تكون عسكرية، هذا فضلا عن أن اليمن سيرد على هذه الهجمات. وقد أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة سابقة بأن أمريكا لا يمكنها أن تقوم بتوجيه ضربات إلى اليمن ثم البحث عن وساطات من أجل التهدئة، بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك فعل في تلك العمليات، سواء العمليات السابقة التي تمت ضد قواتنا البحرية أو قصف اليمن. على من ستردون سيد محمد؟ على إسرائيل، على بريطانيا، على الولايات المتحدة، على سائر دول التحالف، على من؟ طبعا الرد سيكون على بريطانيا وكذلك أمريكا. وبالمناسبة أن بريطانيا وأمريكا بهذه الخطوة هي قد حرمت نفسها بشكل تلقائي من استخدام البحر الأحمر ومضيق باب المندب لحركتها الملاحية سواء كانت عسكرية أو تجارية، هذا من جانب. من جانب آخر هذا العدوان غير مبرر على اليمن، لأن عمليات اليمن هي عمليات أخلاقية ولا تستهدف إلا السفن المرتبطة بإسرائيل، ليس بهدف إغراقها أو الاستيلاء عليها، وإنما بهدف منعها من استخدام طريق البحر الأحمر وإجبارها على استخدام طريق الرجاء الصالح لزيادة الكلفة الاقتصادية على الكيان كورقة الضغط لوقف جرائم بحق أخواننا في غزة. وبالتالي عملياتنا في البحر الأحمر هي عمليات أخلاقية، ونحن نسأل يعني ما دخل أمريكا وبريطانيا في الوقوف إلى جانب إسرائيل والعدوان على اليمن؟ وبالتالي لابد أن يكون هناك رد. أضف إلى ذلك أن العالم اليوم أصبح أمام خيار، إما أن يقف إلى جانب حماة وداعمي مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، أو يقف إلى جانب من يناضلون من أجل وقفها. أيضا بالنسبة لنا نحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى في أي معركة نخوضها، ولو أن الأمريكيين استفادوا من تجاربهم السابقة ما أقدموا على هذا الخطوة. مثلا في عام 2004
قام الرئيس بوش بدفع الرئيس السابق علي صالح مشان الحرب الأولى علينا في صعدة في عام 2004. طيب سيد محمد، علينا في عام 2004 لحظة السادة نقطم هنا، لولا العدوان علينا في عام 2004 لما جاء الشعب اليمني بثورة 2014 والتي أدت إلى طرد السفير الأمريكي من صنعاء الذي كان هو الحاكم الفعلي في ذلك الوقت وطرد المارينز الأمريكي من صنعاء. طيب سيد محمد كيف ستردون؟ حدث أمريكا بالعدوان على اليمن في 2015 لما تمكن اليمن من القيام بواجبه الديني والأخلاقي. واضح سيد محمد اليوم تجاه فلسطين، وبالتالي هذا 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 العدوان الجديد يعني الأمريكيين هم نادرين على حماقاتهم السابقة وسيندمون على هذه الحماقة بشكل أكبر. طيب إن سمحت لي سيد محمد، أن هذه الحماقة ستكون أكبر حماقة في تاريخ أمريكا وبريطانيا. طيب أريد أن أسألك بشكل محدد، كيف ستردون على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا خصوصا مع البعد الجغرافي الكبير؟ هل هذا يعني استهداف مصالح للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في المنطقة؟ هذا يعني البارجات الأمريكية والبريطانية وكذلك حركتهم الملاحية وكذلك مصالحهم هي موجودة في المنطقة، ولدينا خيارات موجعة ضد أمريكا وبريطانيا، وسيثبت مع الأيام أنهم قد أخطأوا في حق أنفسهم وفي حق مصالحهم. لأنه لاحظ لو أنهم لم يتخذوا مثل هذه الخطوات وسكتوا كانت النتيجة أننا سنتمكن من إجبار الملاحة أو الحركة الملاحية المضطهدة بالكيان الصهيوني تغيير مسارها، وبعد ذلك صحيح الكيان سيتحمل خسائر اقتصادية، ولكن إصرار أمريكا على إدخال السفن المرتبطة بإسرائيل مكننا من استهداف بعضها وفرض قواعد اشتباك شديدة في البحر الأحمر. إذن من الناحية الجيوسياسية أمريكا وبريطانيا خاسرة لأنها أدت إلى فرض قواعد اشتباك جديدة. وأنا أقول لك أنه بعد أن قامت أمريكا بالاعتداء على القوات المسلحة أو القوات البحرية اليمنية أوقفت حركتها الملاحية. لاحظ هم خسروا نتيجة ذلك العمل. طيب ألا تخشون في اليمن أن يؤدي ذلك يعني بمعنى الاتجاه نحو مزيد من عسكرة البحر الأحمر نحو اتساع الدائرة وربما الدخول نحو عمليات عسكرية موسعة من التحالف؟ لحظة أخي الفاضل وكل الأخوة المشاهدين، ما ينبغي علينا أن نكون واقعيين ومنطقيين. لو حسبنا أن الكلفة التي تحملها اليمن نتيجة للعدوان على اليمن هو عدوان أمريكي بريطاني صهيوني على اليمن، ولكن بأدواتهم في المنطقة وبأدواتهم في الداخل، كم خسرنا وكم خسرت المنطقة؟ خسرنا الكثير من الناحية المادية من الناحية العسكرية. نحن نحمد الله اليوم أننا في حالة مواجهة مباشرة مع أمريكا وبريطانيا، هذا نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. ومهما ضحينا وخسرنا فإنها لا تقارن خسائر مسار. أيضا هذا سيؤدي لالتفاف العالم العربي والإسلامي حول اليمن وحول قيادته، وأيضا الموقف الأمريكي والبريطاني مما يجري في غزة وأيضا عدوانهم على اليمن قد عراهم تماما على المستوى العالمي. وأمريكا يعني نحن تضررنا من تضليل أمريكا ومن خداع أمريكا أكثر مما تضررنا من أي عدوان مباشر لها. لذلك مهما كلفنا ذلك من تضحيات فهو أفضل من أي حروب داخلية أو حروب مع دول في المنطقة. وأنا أقولها اليوم وللتاريخ، سيأتي اليوم الذي تندم فيه بريطانيا وتندم فيه أمريكا
وأيضا تندم بعض الحكومات العربية المتآمرة وأن لم تكن تعلن الموقف، بل أن أيضا الحكومات العربية التي لم تقم بواجبها وتخاذلت أيضا ستندم. الله سبحانه وتعالى يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. اليوم أنا أقول لك لا أخشى على اليمن، أنا أخشى على أولئك المسلمين المتخاذلين من عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب. لاحظ ما يجري الآن في السودان، هذا المشهد يتكرر في دول عربية أخرى، يعني نقمة وعذاب الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن إن شاء الله سنقوم هذه الحرب بكل شجاعة وبكل ثقة بالنص بإذن الله سبحانه طيب. وتعالى. سياسيا سيد محمد، هذه الضربة طبعا جاءت بعد زيارة بلينكن إلى المنطقة، سياسيا هل وصلتكم رسائل تحذيرية بشأن هذه الضربات، خصوصا أنك ذكرت بأن الحوثيين قد أخذوا حذرهم؟ طيب، عندما بدأت إسرائيل بارتكاب جرائمها في غزة، قامت أمريكا بإيصال رسالة عبر الوسيط العماني إلى القيادة عندنا في اليمن، إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وكان تحوى هذه الرسالة الأمريكية أن أمريكا قد حذرت الحكومات العربية من التدخل لصالح فلسطين، وأنها إذا تدخلت ستتعرض للضربة أمريكية مباشرة، وأضافوا أن الدول العربية قد استجابت لهذا التهديد، وقالوا وأنتم عليكم أن تستجيب. فكان رد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائل لهم قولوا لأمريكا أن تبعد اسم اليمن من قائمة الدول التي تملي عليها وأننا سنرد. وبعدها وجه مباشرة القوات الصاروخية والجوية لتنفيذ أول عملية في عمق الكيان الصهيوني، ووصل الأمريكي الرد بالصواريخ والطائرات قبل أن يصلها الجواب عبر الوسيط العماني. لما تهديدات احنا يعني بالعكس لا تفيد معنا، هي تثيرنا وتستفزنا وتجعلنا نكون في مواجهة هذا العدو. أيضا هم أيضا قدموا لنا الكثير من الإجراءات بعد ذلك، حتى بعد أن قمنا بضرب بعض السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني، وكانت تلك الإجراءات إجراءات كبيرة وكانت من ناحية سياسية فرصة لنا. الأمريكيين قالوا نحن مستعدين للتخلي عن كل أدواتنا في المنطقة وفي الداخل، ومستعدين للاعتراف بحكومة صنعاء ورفع الحصار واستعادة اليمن لثروات النصية والغازية، فقط أنتم أوقفوا عملياتكم. قلنا لا. قالوا مرة أخرى، قالوا طيب إذن خفضوا. شوفوا الأمريكيين، قلنا لا ليش، لماذا؟ هذا لابد أن يفهمها العرب والمسلمين. طيب. لأننا ننطلق من منطلق ديني أخلاقي إنساني مفهوم. طيب سيد محمد، هنالك بيان للسعودية، عذرا على المقاطعة سيد محمد، هنالك بيان للسعودية تحدث عن قلق، السعودية تتابع الأحداث بقلق وتدعو إلى ضبط النفس، كيف تقرؤون هذا البيان السعودي؟ نحن بالنسبة للسعودية و الإمارات نحن سنراقب تحرك، ونأمل أن لا يكون هناك أي تحرك عملي لصالح أمريكا وبريطانيا، وإحنا نحذرهم لأنه الآن هو لا يوجد يعني، وهذا شيء جيد. أمريكا ويعني السعودية والإمارات لم تعلن وقوفها إلى جانب ما يسمى بتحالف حراس الرخاء الرخاء، وهذا شيء إيجابي. ولكن لتفهم القيادة السعودية والقيادة الإماراتية أننا لن نتسامح مع أي خطوات عملية تقوم بها لدعم بريطانيا وأمريكا. واضح، شكرا جزيلا لك عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، كنت معنا من صنعاء.